قال الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في كلمة له في مجلس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين في العاصمة الأردنية عمان، قال إن ما يحدث في محافظة ذي قار والمحافظات الجنوبية الأخرى دليل واضح على أن القمع الذي تمارسه القوات الحكومية ضد المتظاهرين لن ينجح. ما حدث إلا قضية الأمس وما يحدث إلى الآن فيها وما يحدث في النجف في محافظات أخرى دليل على أن محاولة قمع الثورة بالقوة لن تنجح، بشرط أن ينتظر جميع الشعب العراقي. الإمرأة الثكلة المكلومة اليوم في الناصرية سمعتموها عندما ننخب غربية ابناء الرمادي. طيب، هي محافظات كثيره موجوده قريب من سكان المحافظات، اهل بغداد، محافظات اهل المحافظه نفسهم ما يقصرون، والحمد لله اليوم عشائر الناصريه يعني الغزي والبدور جزاهم الله خير ما قصروا، ولكن الرساله فيها مغزى. المغزى هو اولا ان العراقيين جميعا لابد يقومون، ثانيا ان هناك ثقه تامه من كل العراقيين، هذه امراه مكلومه في ساعه يعني وصول، هي جايه تاخذ جثه ابنها، مع ذلك ما نست انه تنخل العراق وتحديدها في الغربية والرمادي بشكل خاص. ليش؟ لأنه يعني قناعة يبدو في نفوس أهلنا في الجنوب بأنه الغربية قادرين على إحداث الفرق.